الاهداف بتاعته وشاف ايه المتطلبات للكره المصريه في المرحله دي. صحيح. فلقى الطريقه دي بالنسبه له هو بيلعب بيها، هو يعني دي فلسفته في اللعب. صحيح. اللي دي اللي هتنجحه، وقدر يوصل بيها بشكل معين للهدف اللي هو وصول نهائي كاس الامم، وصوله كاس العالم، ونقف غلط كده حقق 100%. الاهداف يعني مستر اجيري هيجي باهداف تاني بقى، هيبني المفروض يبني على اللي فات. صحيح. ما يقولش لا انا هنزل، لا كان عندنا حاجه احنا عايزين نعمل تطوير الهجوم اللي هو بيعمله دلوقتي. عامل تجديد في العناصر. صحيح. ناس جديده دخلت، ممكن انتوا بتستعرضوا قول مبروك. معلش مبروك. معانا على التليفون المهندس ايهاب لهيطة مدير المنتخب الاول المصري. الف مبروك يا فندم، وتحياتي ليك وتحيات كابتن حماده وكابتن بلال وكابتن حشيش. الله يخليك يا كابتن سعد، متشكرين جدا جدا وسلامي يعني كابتن حماده وكابتن حشيش وكابتن بلال، وحشنا بجد والله يا فندم. مبروك يا باشمهندس. يا باشمهندس انا بارك لك على الماتش وبارك لك على العوده. ايوه انت تستحق كل حاجه. شخصيه محترمه جدا جدا جدا، وانا اتعاملت معاك في الشغل راجل منظم وراجل، والاخطاء اللي حدثت قبل كده انت مالكش دخل فيها خالص، ومبروك العوده بجد يعني. واجهه مشرفه الحقيقه. واجهه مشرفه بجد يا باشمهندس والله. بجد مش عارف اقول لحضرتك ايه والله العظيم يعني كلام يعني. لا تستاهل كل خير. ومفتقدينك يوم الاربعاء. اه كابتن بلال كل مره بيجي وبيخسر. بلال بيخسر على طول. بيخسر على طول. لا انا بجد انا سعيد جدا بعوده المهندس ايهاب لهيطة للمكان دوت. جديره بالثقه وحاجه هايله والله جدا يعني. الله يخليك. طيب كده يا كابتن جدا. خليني اقول لك المباراه رايك فيها الاول قبل، عندي بعض النقاط يهم جدا ان الناس تعرفها، تعرف كمان يعني المدرب وشخصيته وطريقه تعامله واسلوبه مع الجهاز واسلوبه مع اللعيبه. فاتفضل يا فندم قول لي رايك في اللقاء وبعدين طبعا ده اول معسكر مع مستر اجياري. هو كان الثلاث مباريات اللي فاتت كنت متواجد معانا، يمكن انا قابلته قبل المعسكر بحوالي اربع خمس ايام كده، قعدنا واتكلمنا وتعرفنا على بعض، ولقيت الامور الحمد لله بدات تتفاهم، وجهات النظر بقت قريبه جدا من بعض الحمد لله. برضه في خلال فتره المعسكر لا الامور كويسه جدا، علاقتي باللعيبه عاليه عاليه جدا الحمد لله، في يعني وقت قصير جدا بقى في علاقه بينهم وبين بعض، التدريبات جامده جدا، في شغل جامد جدا، الاستاف معاه كله بيشتغل جامد جدا طبعا، على طول في اليوم في برنامج يعني في التدريبات الصبح في الجيم في على طول في المحاضرات التدريب اليومي كل يوم يعني اليوم كله بيبقى فيه يعني زي ما بيبقى اكتيفيتي في انشطه على طول شغاله يعني. فده بالنسبه لعلاقتي مع مستر اجيري وده يعني في الفتره اللي فاتت يعني. طيب خليني اقول لك بقى يعني ال يعني وصل لنا احنا اكد لنا المعلومه يعني الراجل حد جدا توصل لدرجه او شرس جدا توصل لدرجه الحده في بعض الاوقات من خلال مثلا يعني مواجهاته او من خلال تعليماته، ما بيحبش حد يتكلم خالص اثناء المباراه من الجهاز حتى او من الناس اللي حواليه، بيحب هو دايما اللي يبقى واقف على الخط، بيحب هو دايما اللي يبقى في وش اللعيب. هل المعلومه دي صح ولا غلط؟ ومع كل ده طبعا من الناحيه الفنيه طبعا هو طبعا البعض كابتن سالم بتاع ان هو المدير الفني، فمن الناحيه الفنيه هو المسؤول في الحته دي، لكن عايز اصلح لحضرتك الحته دي، لا هو مش حد مع اللعيبه، مش حد مع الجهاد، لا بالعكس انا بتكلم في حد في تعبيراته، لكن مع اللعيبه علاقته كويسه جدا مع اللعيبه. بالظبط 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 يا كابتن. على فكره دي حاجه ايجابيه. دي حاجه حلوه يعني. اصل برضه انا سمعت الملاحظه دي برضه حد شويه جامد شويه، لقيت الامور الحمد لله يعني علاقه كويسه جدا، يمكن برضه زي ما قلت من الناحيه الفنيه هو بيحب يكون هو يدي التعليمات طبعا 100% تخص هو طبعا يعني. طيب خليني اقول لك برضو يعني انت عارف بعض الحاجات اللي زي كده بيبقى فيها فلفل وشطه شويه يعني. مراد العقبي اللي هو المدير الفني او الواحد من الناس المسؤوله عن الجهاز في تونس بيقول لك انا اتقدم باحتجاج للمنتخب او للاتحاد الافريقي لاشاره عملها المدير الفني للمنتخب مصر، مع ان الراجل من شويه يعني احنا شفنا الصوره بتاعت الهدف الاول، الراجل بيعبر تعبير عادي جدا عن الفرحه، ما يقصدش حاجه خالص، لكن يبدو ما اعتقدش والله صدقني مش فيهاش طبعا، بس ما اعتقدش لا 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 ما فيهاش حاجه خالص، خلي بالك ما فيهاش حاجه خالص، ده تعبير عادي جدا عن الفرحه يعني. لا لا ما اعتقدش، ده فعلا حتى في خلال المعاصر ما فيش مثلا مفيش حاجه بتطلع غلط يعني، ما اعتقدش ان هو يقصد شيء طبعا يعني. طيب قول لي بقى يعني ترتيباته معاك في بتنظموا الوقت ايه اللي جاي مثلا؟ هل كان في مباراه بقى كانت المفروض يبقى في يوم 20؟ الدنيا ماشيه ازاي؟ المعسكر اللي جاي اتكلمتوا فيه ترتيباته يا باشمهندس؟ احنا اتكلمنا طبعا في الفتره اللي فاتت قبل ما نخش المعسكر، دلوقتي بنتكلم على المباراه الرسميه والمباراه الرسميه،
نتيجه ظهور بعض الفنيه. طبعا تم الغاء المباراه الوداد بتاعت 22. اتكلمنا في المرحله اللي جايه. طب حضرتك عارف ان ديسمبر يناير فبراير تكتشف فديت في الفتره دي والفتره دي جامد جدا طبعا، فهيكون هو بيتابع مباراه الدوري. مباراه النايجر اشتراك فديت اول حاجه في 2019 من 18 ل 26 مارس. ان شاء الله تكون في مباراه قويه مع هنلعب مباراتين. وكان التفكير برضه في معسكر، لازم يكون في معسكر اعداد قبل بطوله افريقيا ان شاء الله في 2019 على حسب توقف الدوري، على حسب توقف اللعيبه برضه. لسه الامور ما حسمناهاش، ما حسمش برضه. في كلام على بطوله افريقيا، هل هي الكاميرون، هل هي السنادي، برضه الامور دي لسه ما حسمتش، فبالتالي هترتب عليها المعسكر الخارجي لما نعرف بالظبط البطوله هتقام فين ان شاء الله. كلام جميل. عايز اوريك طبعا، انت اكيد في الباص دلوقتي، لكن انا كمان هوريها للناس وتقول لي الاحساس صح ولا ايه. الفرحه والانتصار والفوز والتالق يعني جماعيه في كل حاجه، حتى واحنا بنتفرج دلوقتي ما شاء الله في ناس موجوده في الملعب، ناس بتصلي، ناس روحها حلوه وسط المجموعه. النهارده صلاح وهو بيحتفل بالهدف مثلا، ده الهدف 39، كسر رقم ابو تريكه. ابو تريكه كان وصل لرقم 38، النهارده صلاح بهدف وبيجيب الهدف رقم 39 بالنسبه له، قرب من كابتن حسن الشاذلي، كابتن حسام حسن في منطقه 69 هدف. لكن فرحه صلاح رغم ان هي مباراه يعني في التصفيات كاس الامم الافريقيه ومباراه المفروض عاديه ما بين منتخبين يتصدر له، لكن فرحته بتعبر عن روح حلوه داخل الفرقه يا باشمهندس. بالظبط يا كابتن سعد، والله انت كنت تقول لي يعني قبل ما حد يسال السؤال ده كنت انا هكلم حد يعني الفرحه بتاعتي كده. الواحد متذكر الفرحه بتاعت مباراه الكونغو. قريبه بالظبط، قريبه. يمكن حتى انا يعني الوضع كده الحمد لله، هو كان محتاج جون، هو محتاج جون بعد المباراه في توقيت صعب طبعا. كانت ماشيه معاه في اول مباراه كده شويه، عشان كده يمكن برضه فرحته وحبه للعيبه وصحابه ده انا مثلا. باشمهندس إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، ألف مبروك يا فندم وبالتوفيق إن شاء الرحمن في اللي جاي بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا ليك. كابتن حمادة علق بقى شوية أنت بقى. أنت قفلت. لا يعني كنت بتكلم على المراحل بتاعة مرحلة كوبر وكانت إيه أهدافها. الراجل زي ما قلنا حقق، مستر أجيري جاي زي ما قلت هيبني على